هذه إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي. أفتوني في رؤياي. ها دينا من العين، تفضل يا دينا. ألو، السلام عليكم. سلام والرحمة أختي، كيف حالك شيخ؟ يا مرحبا. الله يسلمك. شيخنا معلي، عندي حلمين. الحلم الأول حلمت أني أنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كنا ماشيين في نفس طريق مثل السفر، كنا مسافرين، فكنا طول الطريق كنا نتكلم أنا وياه. ففجأة هو تعب، فلقينا على طريق السفر نفس مكان، غرفة خريبة يعني، مكان لاستراحة المسافرين يعني، كانت مهجورة. فقال لي خلينا نقعد نستريح شوي لأني أنا تعبت من السفر. فدخلنا أنا وياه، فكان في كنبة داخل يعني خريبة بعد نفس الشيء، استلقى عليها. من هو؟ أنا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. كان لابس ثوب أبيض، وكان وغترة كانت لونها حمراء. رأيتي وجهه؟ شفت وجهه بس ما كان بهذاك الوضوح يعني. هو كان جميل ما شاء الله يعني، فيه وسامة، وكان عليه لحية لا هي بطويلة كثير ولا قصيرة، كانت متوسطة وكانت سوداء جدا. وكان وجهه أبيض، مش بالبياض الناصع، لا، البياض الشمطي الفاتح شوي على حمار. فكان نائم وهو عليه علامة ابتسامة يعني خفيفة، يعني كأنها كانت ميزة أن هي مرسومة في وجهه أن هي ابتسامة، وهو ما يبتسم، هو نائم. فأنا وقفت أمامه يعني قاعد أطالع فيه وهو نائم، أقول سبحان الله كيف سيدنا محمد ما شاء الله على تقاسيم وجهه وعلى وقاره وعلى يعني نظافة ثيابه وعلى يعني. طول السفر أنا كنت مستغربة وكنت فرحانة أني أنا ماشية مع سيدنا محمد، بس انتهى الحلم وأنا كنت واقفة قاعدة أشوفه هو نائم. نعم. عسى الله أن يرزقك، قولي أمين. عسى الله أن يرزقك زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب. لأن كان خاطري أزور بس ما صارت لي فرصة. نعم، لا، بإذن الله تزورين، قولي آمين إن شاء الله. وهذا لعلها آمين، آمين. لعل هذا المنام بشارة لك بإذن الله عز وجل. إن شاء الله. علمت أختي؟ نعم. زين، رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم. عسى الله أن يرزقك، قولي آمين. عسى الله أن يرزقك زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب. لأن كان خاطري أزور بس ما صارت لي فرصة. نعم، لا، بإذن الله تزورين، قولي آمين إن شاء الله. وهذا لعلها آمين يا رب، الله يسمع منك. آمين، لعل هذا المنام بشارة لك بإذن الله عز وجل. إن شاء الله. علمت أختي؟ نعم. زين، رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله. علمت أختي؟ نعم. زين، رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على بركاته.